بالتأكيد بالتأكيد كل الأهلوية سعداء النهاردة جدا، كل اللي بيحب الكورة استمتع بمباراة الأهلي والجونة، انبسط جدا من الأداء الممتع. وطبعا زي ما المهندس عدلي أشار، زالت فكرة الخوف من فترة التوقف الطويلة. صحيح إن العودة فيها بعض التحفظات من الناحية البدنية، لكن المكنة هتشتغل وهتطلع قماش كتير جدا وكبير قوي كمان. حلقة مهمة فيها أربع عناوين: الأهلي على الريد كاربت في الجونة، ها وإيه تاني؟ حقوق لا تسقط بالتقادم، رموز تاريخية ودروس مستمرة، ومكاسب أخرى أغلى من الذهب.